والله لا، ده موضوع كبير يعني. انا ما جوايا كلام كتير جدا يعني. بشكرهم طبعا على كل دعم بيقدموه لكل واحد جوه منظومه النادي الاهلي. احنا يعني في حماكم زي ما بيقولوا، واحنا يعني جمهور النادي الاهلي ده هو خط الدفاع الاول عن لعيبه الفريق والجهاز الفني وكل واحد جوه منظومه النادي الاهلي. انتوا خط الدفاع الاول ليكم. انا عارف ان انتوا بتفهموا كويس قوي وعارفين كويس قوي كل حاجه. بشكركم طبعا على كل دعم، وبشكركم على كل دقيقه بتضيعوها في من وقتكم عشان تبقوا موجودين مع الفرقه. يعني اي حاجه هنقدر نعملها هنعملها عشان خاطر جمهور النادي الاهلي. بحبكم وطول عمركم سند وظهري. جمهور النادي الاهلي بصراحه كان موجود، وانا عارفين ان احنا يعني لما بروح اي مكان في الدول العربيه بيبقى جمهور النادي الاهلي مال الاستاد. يعني ده رهان، اي حد بيراهن النادي الاهلي على جمهور النادي الاهلي بيخسر. ما تراهنش على جمهور النادي الاهلي لان دايما هتخسر. يعني الحمد لله كرم من عند ربنا، كان نفسنا في اكتر طبعا، وجمهور فرق جمهور النادي الاهلي يستحق اكتر. الدعم اللي بناخده من مجلس اداره ومش فاهم مع الكوره ولجنه التخطيط يعني كان يعني نستاهل ان احنا نكون اكتر. لعيبه قدمت يعني بصراحه بطوله كانت محترمه جدا. الثلاث مباريات كانوا احسن من بعض. توفيق ما حلفناش في مباراه، انما كنا نستحق اكتر من كده. مبروك لكم مره ثانيه، وان شاء الله الجاي احسن ان شاء الله.